باش نلقاو العدالة، باش نلقاو العدالة، باش نلقاو العدالة. بلا بلا اللي بغينا ناضي 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 السلام عليكم. كنشكر المنبر الاعلامي ديال المغاربه اليوم على هذه الاستضافه. حنا يا خويا ضحايا ديال البساتين البوسكوره، حنا متابعين هذا الملف تقريبا راه مده ديال راه عام، وحنا متابعين هذا الملف في النضال، وحنا التجانا للقضاء. القضاء اللي درنا فيه حنا ثلاثه ديال الدفاع ديالنا اللي داروا واحد التقرير، هذاك التقرير اللي دفع الشرطه القضائيه اللي كتبحث فيه كتلقاه ثابت عليه النصب والاحتيال، وجا تقدم مدير تجاري هنا في المحكمة الجزرية على أساس غادي يقدم، غادي يتقدم باش يسوي مع الناس. كيخرج لنا بواحد لاليست في التقديم، واحد لاليست كي هو كيتريها بالطريقة اللي بغا، دار فيه واحد الناس، خرج لهم واحد الكمبيالات اللي ناقصة 10-15% اللي ماشي معقولة كاع، ما كايناش. اللي حنا اللي خصنا نطالبوا 10%، إيه هو خصو يعطينا 10%، ولا هو كيتشرط علينا بالطريقة اللي بغا. واحد الناس داروا في واحد ليست غوج، قال لك عندهم لي زامبي، وشي ناس قال لك ما معترفش بهم، ما كاينينش كاع عنده هو في لا ليست، وشي ناس قال لك اللي باقيين تحت الدراسه. حنا جينا اليوم كنحتجوا على ان نشوفوا هذا الملف شكون اللي تحت منه وشكون اللي تابع هذا الدوسي. حنا كنعرفوا الوكيل عطانا اخر تقديم هو هذا باش يسوي، الا ما سواش غتطبق فيه المسطره القانونيه اللي هي الاعتقال. حنا بالنسبه لنا ما سواش معنا، حنا يتعتقل لان في التقرير حنا راه داعيين خمسه اشخاص اللي هما فيهم المدير التجاري، وفيهم مالك المشروع، وفيهم مرات مول المشروع، وفيهم الاولاد ديالو اللي هما جوج، لان خمسه الناس. الا تعتقل المدير التجاري راه غيبقاو لينا اربعه، هذوك الاربعه خصهم يسووا مع الناس اللي هما ضحايا، وفيهم جاليه، فيهم جاليه ديال الناس ديال برا، راه كاين النص ديال هاد الناس، راه 68 واحد، راه كاين النص كله جاليه. وباش نزيد، حنا عندنا واحد الدعم ديال المنظمه ديال محاربه الفساد وحقوق الانسان، وحنا بصفتنا منتدبين لهاد المنظمه كنحاربوا الفساد. كنتفاجئوا كنطيعوا حنا برؤوسنا حنا في هاد الفساد، حنا كنحاربوا هاد الفساد، وكنبلغوا رساله للوكيل الملك باش يشوف لنا، ضروري يشوف لنا في هاد الملف، لان الملف طال بزاف المده ديالو، وباقي ما دارش شي تسويه اللي هي في الصالح ديال الناس. وحنا عندنا الثقه في القضاء وفي سيدنا الله ينصرو، وكنشكركم بزاف على المسانده. السلام عليكم، معك يونس قابيل، ضحيه من ضحايا بساتين بوسكوره. نهار حيت بلا ما نبقاو عارف، حيت الملف ديالنا اصلا ولا معروف، ما غاديش نبدا نعاود الملف عاوتاني من الاول حقه. نهار 7/9/2022 تيتقدم المدير التجاري ديال بساتين بوسكوره امام وكيل جلاله الملك، وتيتعهد امامه بان غادي هاد السيد غيدير حل مع هاد الضحايا كاملين. وقال لي سعاده الوكيل بان من الغد، يعني من 8/9/2022 خاصو يبدا يسول الوضعيه ديالو مع الزبائن. دابا دازت 15 يوم تقريبا، ما باقي ما دار حتى حل مع هاد الناس. سعاده الوكيل قال المحاميين ديالنا، قال لهم غديروا تنسقوا مع المحاميين ديالهم باش تلقاو حلول حبيه باش السيد باش ما يطبقش فيه شي مسطره اللي غادي تدخلوا الله اعلم للحبس على ما تنظن، باش ما تطبقش فيه، باش ندوزوا حبيا. قال ليه تناسقوا بيناتكم وديروا حلول هاد الناس. وقال ليه الى هاد الناس ما درتيش معاهم الحد شي حل، المره الجايه التقديم الجاي يعني غياخذ في حقه جميع، غياخذ في حقه القانون، غيدير معاه القانون داكشي اللي غيدير معاه. حنا ما تنعرفوش في القانون، يعني هو اللي عارف اش غيدير معاه، حنا ما عارفينش. حنا من هذا المنبر هذا
تنقولوا زيد راه ما دار معنا والو لحد الان باقي ما جاوبناش. تنتفاجئوا بان السيد ثابت في حقه النصب وتيباغي يحيد لنا 10-15% من هذوك الفلوس من التصبيقات اللي عاطينه. واش هاد السيد ما عرفتش هاد السيد كيفاش يفكر؟ وفي القانون حنا في الدعوه ديالنا وفي كل تقديم تيصيفط لنا المدير التجاري، حنا المدير التجاري ما عندنا ما نديرو به، التقديم خاصو يجي هو حيت هو اللي خاص هو اللي خاصو يمشي لهاد المساطير ديال القانون، حيت هو اللي حنا دايرين به الدعوه، ما دايرينش والو. يعني واش هاد السيد باش ما يجيش يتقدم راه شي حاجه لا يعقل، لا يعقل هاد السيد باش ما يتقدمش. حنايا تنطالبوا السلطات، تنطالبوا السلطات العليا باش تدخل اقرب اجل، حيت هاد الناس راه تمحنوا، هاد الناس راه تمحنوا وعياو، هاد الناس راه ماشي ما عندهم شغل غيبقاو تابعين غير البروجي ديال بساتين بوسكوله. هاد الناس هادو راه عندهم وليداتهم، عندهم خدامهم، دابا راه اكثر خارج من خدمته. السلام عليكم. ما انت بفلوس ما انت بخدمه، يوليو مجرين عكسه من الخدمه، راه حشومه وعيب وعار. حنا في بلد الحق والقانون، وهاد السيد تيقول لك انا فوق الحق، تيقول لك جري طوالك. كيفاش جري طوالك؟ كيفاش جري طوالك؟ راه حشومه يقول هاد الهضره. حنايا البلاد ديالنا بلد الحق والقانون، والقانون غياخذ المجرى ديالو ان شاء الله. حنا من هذا المنبر القانون غياخذ المجرى ديالو ان شاء الله. وتنشكروا الصحافه، جميع الصحافه اللي متابعه الملف ديال الباساتين، تنشكروهم من هذا المنبر كاملين، الله يجازيهم علينا بالف خير، والله ياخذ الحق اللي محن هاد الناس، مردهم في حياتهم، شرد عائلات. راه حشومه، راه حشومه باش من 2017 ما تاخذ لا دارك ما تاخذ التسابيق ديالك. حنا ما تنطالبوا بوالو، ترد لنا غير فلوسنا. حنا في موقف قوه، تتولي تلقى راسك انت في موقف ضعف. هو تباغي يطبق القانون ديالو، تيقول ليه راسو انا حقا عندي في ريزيرفاسيون خاصني نطبق لك 10 او 15%، باغي يطبق 10 و 15%. مع ذلك بان راه ثابت في حقه النصب، مازال تنقولها ثابت في حقه النصب. والتقرير اللي حطوا الاساتذه ديالنا كيف ما قال سعاده الوكيل، قال لك راه مجلد هذا. يعني عطاو الديتاي ديال الديتاي. خاص غير الناس يخدموا معنا. تنتمناو هاد الناس يخدموا معنا. وشكرا سيدي. السلام عليكم، معكم العوان محمد، احد ضحايا ديال بساتين بوسكوره. هاد المشروع اللي كاين في بوسكوره وتيقودوا المنعش العقاري، هاد السيد حنا معاه اكثر في المحاكم دابا اكثر من 3 سنوات، وواخدين الشقق ديالو والمكازات ديالو من عنده اكثر من 6 سنوات، ولحد الساعه ما دار معنا لا حل لا تسويه. وحنا اليوم جينا امام المحكمه الجزريه تنقوموا بوقفه ديالتنا، تنطالبوا باسترجاع الاموال ديالنا كامله مكموله بدون اي استثناء او نقصان او اي شرط، لان هاد السيد هذا حنا نصب علينا وتفلع علينا وضيع علينا سنوات من حياتنا وخذ فلوسنا وبنى بها ومشاريع اخرى في مراكش وفي مدينه الرحمه من ناحيه الدار البيضاء، وزياده على ذلك ان الابن ديالو تدفع 100 مليون في الاواخريه في الفريق ديال كوكب مراكشي، وحنا تيجي تفلع علينا وتتفلع على العداله المقارقه ديال هذه البلاد، وتتقدم مع 3 مرات وتوعد الوكيل الملك بانه غادي يصفي المشاكل مع هاد الضحايا ديال المسجد المذكوره، لكن تنتفاجئوا كيف ديما جميع هاد الحالات انه تيتماطل علينا وتتفلى علينا وتيتم الاستدراج ديالنا والتماطل علينا. اليوم كما قلت لك كاين معنا الناس من الجاليه المغربيه، وكاين وسيدنا الله ينصره وصى على الجاليه المغربيه، وكاين الناس معنا من فرنسا ومن طاليان ومن امريكان، وهاد الناس راه عيات اليوم، راه عياو راه بزاف هادشي، راه السنين والزياده تاع المعاناه، وما عرفناش حنا واش هاد السيد فوق القانون ولا هاد السيد عنده شي 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 حمايه ولا ما لحد الان. هاد الشخص هذا
حنا اللي علينا درناه، دفعنا المحامين ديالنا، الساده المحامين ديالنا دفعوا تقرير، ماشي تقرير، مجلد فيه جميع الحالات بالادله والاثبات ديالنا اللي تتبين الفلوس اللي دافعين والخروقات والنوار والخروقات لا في لا في البني لا في زد على ذلك كما قلت لك الزيادات في الاثمنه اللي حنا درنا مع الثمن، هو قال لك زيدوني واحد زياده اخرى، ومع العلم ان كاينين الناس معنا ضحايا مكملين زادوا ديك الزياده حتى هي والو، ما كاين ما عطاهم لا سكن ديالهم ما رجع لحد ما دار معاهم لا حلو ولا حتى حاجه. واش غادي نقول لك؟ الله يفكنا معاه هذا السيد في اقرب وقت وصافي. وكما قلت لك الله عاش الملك، وحنا راه ديما الامل ديالنا في العداله ديال هذه البلاد هذه، وشكرا.